وأبرز مصطفى بيتاس أمام مجلس النواب أن المملكة اتخذت بتوجيهات ملكية منذ بداية الجائحة قرارات متتالية في إطار استراتيجية وطنية استباقية وشاملة لمواجهتها. اتخذت بلادنا مجموعة من الإجراءات بتوجيهات ملكية سامية منذ بداية هذه الجائحة، وكانت القرارات متتالية في إطار استراتيجية وطنية استباقية وشاملة لمواجهة جائحة كورونا، تمثلت في تلقيح حوالي 23 مواطن مغربي بجرعتين، فيما أخذ الجرعة الثالثة المعززة أو أخذ الجرعة الثالثة المعززة لا يزال جاريا. ولقد مكنت هذه المجهودات من تحقيق مكتسبات مهمة تمثلت في تراجع عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 400، كنتكلم على الأسبوع الماضي، وتراجع عدد الوفيات إلى أقل من 10 حالات يوميا، وأصبح الوضع الصحي متحكما فيه في الوقت اللي دول كثيرة كانت كتعرف أو بلادنا النيت كانت كتعرف أكثر من 4000 إصابة. وبالرغم من سياق الجائحة والظروف الصحية التي رافقتها، أبدت المملكة المغربية تفهما لحاجة المواطنين سواء داخل الوطن أو خارجه إلى التنقل والسفر، بحيث تم في صيف 2021 تنظيم عملية واسعة لعبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار العناية المولوية بأبناء الجالية المغربية، حيث صدر بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 13/6/2021. اسمحوا لي كنبدأ معكم باش نذكركم بالإجراءات اللي قامت بها الحكومة، حيث أصدر تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل قصد العمل على تسهيل عودة بلادهم وبأثمنة مناسبة. وفي هذا الإطار أمر جلالة الملك كل المتدخلين في مجال النقل، خاصة الناقل الوطني الرسمي ومختلف الفاعلين بالنقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع وتوفير العدد الكافي من الرحلات، كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين سواء في مجال النقل أو الإقامة لاتخاذ التدابير اللازمة. وتنفيذا لهذه التعليمات تم اعتماد كما قلت أسعار مناسبة، حيث تمكن 1,548,939 شخص من المواطنين المغاربة المقيمين من العبور من الدخول إلى التراب الوطني في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2021. أما العربات فقد تم تسجيل دخول 56,679 ألف وحدة، هادو الناس اللي دخلوا عبر ميناء أيسيت ومارسيليا وإيطاليا وجنوة. بفضل الإجراءات والتدابير غير المسبوقة التي اتخذت هذه السنة وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله، بلغ عدد الوافدين عبر المطارات 1,420,000 فرد، أي ما يشكل نسبة 91% من مجموع وسائل النقل المستعملة، وخروج 1,227,000. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الرحلات الجوية تم تأمينها من طرف الناقلين الوطنيين وعلى الخصوص الناقل الوطني الرسمي. كما بلغ عدد الوافدين عبر موانئ المملكة دخول 128,676 فرداً.